بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم جدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، هذه التحية إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. البرنامج الذي منذ أن بدأناه ونحن مع سيرة خير الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باسمكم جميعا أيها الكرام أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد الرحمن وحيا الله الجميع، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام. حياكم الله. كما تابعتم مشاهدينا في ختم حلقتنا الماضية، توقفنا عند مع غزوة بدر وتحدثنا عنها وأسهبنا في أخذ واستخلاص الدروس والعبر منها، وإن شاء الله سنواصل في الحلقات القادمة الحديث عن هذه الغزوات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن بحديثنا عن هذه الغزوات لا نأتي بجديد، وهي معلومة عندكم وقد قرأناها وحفظناها وتعلمنا هذه الغزوات وما جاء فيها، إنما هي محطات نستقي منها الدروس والعبر مع شيخنا الشيخ صالح. هذه الحلقة هي عن غزوة أحد، هذه الغزوة التي ارتبط اسمها بجبل نعرفه جبل أحد. عن هذا الجبل نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، غزوة أحد ارتبطت بجبل معروف شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جبل أحد. والله يقول وقوله الحق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما أن الله جل وعلا فاضل بين الخلق، فاضل بين الرسل، كذلك جل وعلا فاضل ما بين البقاع، فليست مكة والمدينة كغيرهما من البقاع، وكذلك الجبال تفاوتت فيما بينها. وهذا الجبل إنما ظفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذا يدل على أن بعض الجمادات فطرها الله جل وعلا على حب المؤمنين وحب خيار الخلق، وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صعد الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل. فقال العلماء: رجف فخرا وشرفا وفرحا أن هذه الثل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا فيه إنباء ببعض الغيب الذي أخبر الله به نبيه، ذلك أن الفاروق وعثمان رضي الله تعالى عنهما ماتا شهيدين. من هذا يعلم أن عثمان كان غالب ظن أن أهل الدار لن يتركوه، ولهذا لم يأذن لأحد بأن يقاتل معه لعلمه أنه لن ينفع. وكذلك عمر كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، لعلمه أنه سيقتل شهيدا. وصعب أن يعيش الإنسان وهو يعلم يقينا أنه سيقتل، لكن الثقة بالله والعلم بما ادخره الله جل وعلا للشهداء. فهذا بعض ما جاء في هذا الجبل المبارك، جبل أحد الذي يقع شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي أحدا لتفرده عن الجبال. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنه داخل في حدود حرم المدينة، فهو جبل حرم. نعم. هذا ما يتعلق بالجبل الذي كانت تلك الغزوة عنده. نعم. وهل يعني لفضله يزار ويذكر؟ يعني يزار تاريخيا كون يأتيه الإنسان، نعم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وصعد عليه يدل على أنه لا حرج على المؤمن أن يأتيه ويصعد عليه، فلو في هذا السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كجبل معلوم أنه صخرات، لكن دائما هذه المواطن ينبغي أن يفرق ما بين ما يزار تعبدا محض وما بين ما يزار تاريخيا. فما يزار تعبدا محض إنما يزار ليصنع عنده العبادة، مثل المساجد والبيت الحرام. هذه مواطن شرع الله جل وعلا إتيانها وبين ماذا نصنع عندها. أما غيرها مما ارتبط بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الوقوف عندها دون أي عمل عبادي محض إنما يذكر بما قد سلف. وقد قالت العرب: أمر على الديار ديار ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وكل ذي بصيرة وإنصاف يعلم أنه لو وقف أمام جبل
يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعده، وأن أصحابه الكرام صعدوه، وأن عند سفحه كانت معركة عظيمة جلية خلدها القرآن. لا يعقل أن يكون الوقوف عند جبل كهذا كالوقوف عند جبل غيره مجرد من هذا كله في أي بقاع الأرض، محال أن تكون الأشجان التي تبث والعواطف التي تحيا والمشاعر التي تتوقد تتفق فيما بينها. لا يقول بهذا عاقل. وقد كانت العرب تقف عندما درس ورسم من الآثار الجاهلية، فتذكرون الأحبة السابقين: لخولة أطلال بورقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، وأنت لا يقول هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وهم يقفون على دمن وأطلال، لكنها كان لها عظات في أنفسهم أنها تذكرهم بأحبة كانوا يخالطونهم في هذا المكان. فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صم الخوالد ما يبين كلامها. فكيف بالوقوف عند جبل نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعده وأحبه، والجبل يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا ريب أن الموقف يختلف اختلافا جذريا في أثره على النفوس وإيقاده للعواطف. نعم، هذا هو الجبل. نحن نتحدث عن الغزوة التي سميت بغزوة أحد، كان قبل خروج المسلمين لها وقبل لقاء الجيشين التقائهما، كانت هناك بعض الأخذ والمشورة من قبل المسلمين حتى تكون لهم الرأي. نعم، هو الأصل في ذلك أن قريشا لما انكسرت شوكتها في بدر كانت ثمة بواعث عظيمة تدفعها إلى الانتقام، منها الحالة الاجتماعية، ذلك أن النساء والصبية كانوا ينظرون إلى رجالهم نظرة ازدراء لأنهم آبوا منكسرين، 70 منهم فقدوا و70 أسروا، فكانت النظرة لفرسان قريش قلت، فكان حقا على من بقي أن يعيد نظرة المجتمع إليهم، المجتمع المكي. سياسيا قريش هم كانوا يسمون أنفسهم الحمص ويأبون أن يأتوا الحل، ويفتخرون بما وقع لإبراهة عام الفيل، فهذا كله بدأ يندثر بعد أن تسامعت العرب بما كان من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمته لهم. من الناحية الاقتصادية ما أضحوا يأمنون على قوافلهم التي تذهب إلى الشام، هذا كله دفعهم إلى أن يثأروا لأنفسهم، فجمعوا لذلك الآراء وصنعوا ما يسمى بالنفير، وأتوا بالفصحاء كعمر بن العاص والشعراء كعبد الله بن الزبعرة وغيرهما حتى يحثوا الناس على دفع المال، ولهذا قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وعلى جمع الرجال، فجمعوا ما استطاعوا في طريقهم حتى أتوا المدينة. علم صلى الله عليه وسلم بهم وبأنهم أكثر من 3000، وأن الأصل أن الجيشين غير متكافئين، فكانت الآراء هل يبقى الناس في المدينة محصنين أم يخرجون إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رب المجتمع على أن يجهر كل منهم برأيه، ثم يبقى القرار لولي الأمر، هذا الذي عليه سنن الإسلام. لكن من يعرض الرأي لا يعرضه همزا أو لمزا أو نقيصة، إنما يعرضه بإنصاف وبأدب. فجمع من الصحابة كانوا يؤثرون البقاء في المدينة لعدم تكافؤ الجيشين في العدد، ولأن البقاء في المدينة يجعل قريشا تحاصرها، وأن القرشيين لا توجد قيادة بمعنى قيادة لديهم، فإن طال الأمد فسيختلفون فيعودون. هذه أعذار من أو مسبب أسباب من رأى البقاء. وافق هذا أن بعض المنافقين كان يرون أصلا البقاء، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن لا يعني أحيانا تتفق مع غيرك في رأي أنك توافقه في المعتقد، فاتفاقك مع رأي مع أحد في رأيه لا يعني أنك توافقه في كل شيء، وإنما ينبغي أن يكون كلام المؤمن منصفا. فوافق رأي عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين، وافق رأي بعض الصحابة، لكن لا يعني أن من وافقه في الرأي منافق مثله. في حين بعض الصحابة كان يرون أنه لا بد من الخروج من نطاق أسوار المدينة، وهؤلاء كانوا بعضهم أكثرهم ممن لم يشهد بدرا، فأحب أن يكون له سهم في الإسلام كما كان لإخوانه الذين أسهموا في بدر. فكانت الآراء كل منهم يدفع برأيه ويدفع بأسباب قوله لهذا الرأي. ثم
غلب رأي من يقول بالذهاب فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مضى بالجيش انخذل عبد الله بن أبي وانسحب وانهزم أو عاد بثلث الناس، وهو أراد أن يغير الموقف وقال طاع الصبيان والنساء وعصاني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لكنه حتى يمرر خطابه لا بد أن يجعله خليطا ببعض الأقوال التي تثير العواطف في الناس. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، وكانت قريش قد جاءت وجمعت هناك على شفير الوادي جيشها. نعم. هذه المعركة كما قدمت في بدء الحلقة هي معروفة عند يعني المشاهدين وعند من يتابعنا، لكن لا شك أن هناك ثمة دروس ومحطات، لو تجمل لنا هذه الغزوة بشكل عام فضيلة الشيخ ونستقي منها ما يتيسر. مما الغزوة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل وأمرهم نصا ألا يفارقوا الجبل، وكما كانت تجري عادات العرب في الحروب تكون المبارزة أولا ثم التحام الجيشين وقع هذا كله. فكان ظاهر الأمر أولا أن المؤمنين الغلبة لهم، ثم لما ظن الصحابة الذين أمروا بالبقاء على الجبل أن الأمر قد قضي أحبوا أن يشاركوا في النفل فتركوا مواقعهم. كان خالد رضي الله عنه قبل أن يسلم عسكريا مجربا، فلما رأى هذا أتى الجبل من الخلف مع ثلة من فرسان قريش، فأصبح ميزان المعركة جغرافيا لصالحهم، فرشقوا المسلمين بالنبل فتغيرت الكفة وأصاب المسلمون قرح عظيم، نجم عنه أن قتل وسشد منهم 70 ولم يكن هناك أسرى. فلما رأت قريش أن أثخنت الدماء وأن ظاهر الأمر لهم عادوا. هذه مجمل القصة ولا يكاد يجهلها مسلم، لكن في هذا أمور عديدة وقعت يصعب استقصاؤها، لكن سنحاول أن نقف إذا أذنت متخذين من الأعلام الذين حظيت بهم الغزوة طريقا لنا وسلما لأن نستسقي منهم. حمزة بن عبد المطلب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو عمارة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه فرحا عظيما، ويكاد يكون من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على ما وقع بعد قتله، كان له بلاء عظيم يوم بدر، بل نكاد نقول إن جل من قتل من قريش يوم بدر كان على يد حمزة، شجاعته المفرطة وإقدامه الواثق. ممن قتل على يديه يوم بدر قرشي اسمه طعيمة ابن عدي. طعيمة هذا عم لجبير ابن المطعم ابن عدي، وكان له غلام يقال له وحشي مولى، قال المطعم لوحشي إن قتلت حمزة بعمي أعتقتك. فأتى وحشي أحدا وهو لا يريد إلا قتل حمزة، أي أنه يريد أن يشتري حريته. عن هذا أن الحروب تجمع طوائل عديدة، فليس كل من ينادي بحرب يناديها لمصلحة عامة، أو ليس كل من يشارك فيها للغرض الذي تريده أنت. وهذا أمر يحسن بالمؤمن أن لا يستغفل وأن لا يتخذ وسيلة إلى غيره، فإن يقولون في مثل هذا قريب منه أن رجلا دعا الملك مروان دعا رجلا ليقتل عبد الله بن الزبير. تعلم أنه بعد أن قتل مروان بن الحكم أصبحت الخلافة ما بين عبد الله بن الزبير في الحجاز والعراق وما بين عبد الملك في الشام، وأحدهما يريد أن يتغلب على الآخر حتى يسلم الملك له، فبعث عبد الملك رجلا أغراه بالمال ليقتل عبد الله بن الزبير. فقال له الرجل يقول لعبد الملك إن قتلت عبد الله مات شهيدا وأنت انفردت بالملك،
لكن أنا ما الذي جنيت؟ ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريشي، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. فامتنع. المقصود وحشي في المعركة يدل على أن أحيانا المطالب تختلف. بل قال الله عن جيش النبوة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لكن السرائر أمرها إلى الله. قدم وحشي، لما قدم وحشي رأى حمزة كالجمل الأورق يقتل في الناس، فتربص به. وحمزة ووحشي لا يريد مجدا يمدح به فيقاتله وجها لوجه حتى يقول الناس أفلح وحشي ليسود، ويعلم أنه مهما بلغ يبقى مولى، لكنه أراد أن يشتري حريته. فتربص به حتى رماه بحربة كانت في يده في ثنته فخرجت من بين وركيه، فمات حمزة قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم مثل به، فلما فرغت المعركة رآه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه أولا، فلما علم أنه استشهد بكى، فلما رآه شهق صلى الله عليه وسلم. العاقل لا يكتم مشاعره في مواطن معينة، وإنما إذا جاءت استرسلت، لكنه يأذن لها دون أن تتجاوز الحد. فشهق وهو إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الأنصار بعد ذلك تبكي على قتلها، قال: لكن حمزة لا بواكي له، لأن حمزة ليس له أهل في المدينة، ليس له إلا أخته صفية. فلما علمت نساء الأنصار، هذا قبل أن يأتي الشرع بالنهي عن النياح، أن حمزة لا بواكي له، بكينا عليه. فلما جاء في اليوم التالي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤهن على حمزة، فأمهلهن 3 أيام. فلما ولد للأنصار ولد، قال صلى الله عليه وسلم: أسميه بأحب الأسماء إلي حمزة. فأحب الأسماء إلى الله، بعد ذلك أنبئ عليه الصلاة والسلام بأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ثم قبل ذلك هو قال: أحب الأسماء إلي حمزة. وأنت تلحظ أن هذا الاسم قليل في الناس، أن هذا الاسم قليل في الناس، فودي لو أكثر الناس من تسميته. وقال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة. وذكر رجلا آخر، فرضوان الله تعالى عليه كان قامة في، لكنه لم يعمر، ولذلك لا تنقل أحاديث عنه، لا يأتي في أخبار المحدثين مثلا في الصحيحين وفي غيرهما حديث رواه حمزة بن عبد المطلب لتقدم استشهاده رضوان الله تعالى عليه. فهذا أحد القامات الأعلام الذين شهدوا أحدا، أبو عمار رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وكنت قد وعدت إن كنا نذكر قبل حلقات أننا بعض الأعلام تجاوزناها حتى يأتي حينها. من الأعلام أيها المبارك في غزوة أحد سماك ابن خرشة. وسماك في حالته الاجتماعية والاقتصادية كان فقيرا جدا، من أفقر الصحابة، ولهذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على حال أنه حالة استثناء. سماك رضي الله عنه وأرضاه قام صلى الله عليه وسلم يحث الناس على القتال، فأخرج سيفه، هذا قبل المعركة، وقال: من يأخذه بحقه؟ والبيان والوضوح في التعامل معين جدا. قالوا: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: حقه أن تأخذه فتقتل به حتى ينكسر. فأخذه سماك بن خرشة، قال: أنا أخذه يا رسول الله. وأخرج عصابة حمراء يقال له عصابة الموت، وأخذ يمشي يتبختر في مشيته. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. إذن نعرف أن الحال تختلف، وأن للقصد والنوايا أثر على الحكم الشرعي، للقصد والنوايا أثر على الحكم الشرعي. فالمشية هي المشية تبختر، لكنها لما كانت لغضة العدو حسن مقصدها عظم أجرها، وإن كانت كبرا وعنادا أو ترفعا على المؤمنين عظم وزرها، مع أن المشية هي المشية. أخذ يضرب بالسيف. من الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يأخذ السيف بحقه؟ الزبير بن العوام، وجاء ينشد السيف.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سماك بن خرشة أبو دجالة. فقال الزبير في نفسه: منعني إياه وأنا ابن عمته، فلينظر هذا ماذا سيصنع. قل: فرأيته يضرب به ضربا عظيما، يعني أن سماكا أخذه بحقه، وهذه شهادة من قرين ولا يمكن إغفالها، من منافس على أخذ السيف. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ملئوا إحقاقا للحق، وإلا كان الزبير يستطيع أن يرمي كلمة يهمز أو يلمز فيها، لكنه كان شهما حتى مع من ينافسه ويسابقه في الخيرات رضوان الله عليهم، ولهذا زكاهم القرآن. فيقول: ما زال يضرب به حتى سمع امرأة تحدث صوتا، سمع صوتا، فلما سمع الصوت رفع أبو دجانة السيف، فتبين له أن صاحب الصوت امرأة. فيقول أبو دجانة: فقبضت سيفي، يعني رفعته وأحجمت، أمسكت إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. المرأة هذه كانت هند بنت عتبة، لما كتب الله في الأزل أنها ستعيش وتؤمن بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كلمتها الشهيرة وهل تزني الحرقة. فهذا سماك بن خرشة. ماذا نفقه في قول عليه الصلاة والسلام: من يأخذه بحقه، ويقول سماك أنا أخذه بحقي؟ أن الأشياء إما أن تؤخذ بحقها وإما أن تترك، وكل شيء يؤخذ له طريقة في حفظه، يعني ليست الأشياء سواء. فمن أراد أن يتاجر بالمال لا بد أن يدون ماله وما عليه، ويعرف كيف يقاضي الناس، وإلا فقد ماله وهلك سلطانه. وكذلك من طلب علما إن لم يكن له عناية به وتحلل للمسائل ومراجعة لها وتلقى عن الأكابر لن يسود. وإن كان، نبقى في قضية العلم، مسألة خفية، العلم وإن طولب الطلاب بجمعه وتدوينه وحفظه ومراجعته، وهذا حق من أسباب بقائه، لكن العلم في أصله نور يضعه الله في قلب من يشاء. قال مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية ولا الدراية، ولكنه نور يضعه الله في قلب من يشاء. وقال ابن الجوزي أو غيره، قال: ليس العلم مسائل تنسخ، إنما العلم نور ينفخ. ليس العلم مسائل تنسخ، إنما العلم نور ينفخ. كذلك في الملك، لا يمكن أن يكون هناك حاكم ذو ملك يتلهى عن ملكه، لن يبقى له ملك. قل: شوقي زعموك هما في الخلافة ناصبة، وهل الممالك راحة ومنام محال. فكل شيء له طريقة في الحفاظ عليه، ويمكن نقيس على هذا أشياء كثيرة، أشباه ونظائر. من الذين ذكروا هو الأعلام التي ارتبطت بذلك، من الأعلام الذين ارتبطوا بغزوة أحد مخيريق. ومخيريق رجل من يهود، قبل المعركة بقليل أسلم ثم جاهد حتى استشهد. فقال صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. الآن نأتي عند كلمة خير يهود. كلمة يهود تقال ويراد بها النسبة العرقية، وتقال ويراد بها النسبة الدينية. فإذا قلنا بالنسبة العرقية جازت التزكية، وإذا قلنا بالنسبة الدينية لم تجز التزكية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مخيريق خير يهود عرقا، يعني خير قبيلة يهود، رهط يهود، لا ديانة يهود. لأن لو قال ديانة يهود معناه أنه يهودي، وهو ليس يهودي، هو أسلم، دخل في الإسلام، مات شهيدا. لكن عندما نقول يهود نريد بها العرق جاز. فلما كانت أمهات المؤمنين أحيانا يعيرن صفية بعضهن بأنها ابنة يهودي، بأنها يهودية، قال عليه الصلاة والسلام: قولي لها إنني بنت نبي وعم نبي وزوجي نبي، وأنا تحت نبي، يعني زوجها صلى الله عليه وسلم. ففرق ما بين النسبة للعرق وبالنسبة للديانة، وهذا ينبغي أن يتضح لكل من يعني يحاول أن يفسر القرآن في المقام الأول.
هذا مخيريق من الأعلام أصيرين بني عبد الأشهل. نحن مر معنا لما ذكرنا سؤدة سعد بن معاذ رضي الله عنه أن بني عبد الأشهل لم يبق منهم أحد إلا أسلم بعد أن أسلم سعد، إلا أصيرم هذا أبى أن يسلم. ثم قبيل أحد بقليل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله ودخل المعركة، ثم إنه استشهد ولم يركع لله ركعة، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليل وأجر كثير. من هنا نعلم أن الله يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأعظم ما يمكن أن يطلبه المؤمن من الله الثبات على الدين والخاتمة الحسنة. هذا يسلم قومه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عند البيعة العقبة الأولى، أي قبل القدوم بعام أو عامين، ومعركة أحد في السنة الثالثة، فمكث 5 سنين. 5 سنين سبقه غيره إلى الإسلام، ثم أسلم لبرهة من الوقت يسيرة قبيل أحد وجاهد، فختم الله جل وعلا له بخير. فالإنسان إذا رأى مثل هذا يسأل الله الثبات. وفي الحديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن تأمل أحوال الناس المعاصرين رأى شيئا كثيرا في هذا، كيف أن الله جل وعلا يفي على بعض عباده بالتوبة. زخرت معركة أحد بالكثير من لكن أعظم ما يمكن أن نستطيع أن نختم به إذا أذنت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم حزن عليهم أي الشهداء، وأخبر أنه شهيد لهم يوم القيامة، وقبل أن يموت زارهم عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يدفن الرجل والرجلين، الرجل والرجلان والثلاثة في القبر الواحد، وقال: قدموا أكثرهم قرآنا. وبالنسبة لنا معشر المسلمين يضع أمامنا هذا الخبر كله ثقلا عظيما في تبليغ دعوة الله، فالذين سبقوا صدقوا، بقي قول الله: والذين اتبعوهم بإحسان جعلنا الله إياكم منهم. اللهم أمين. يعني هؤلاء من تحدثت عنهم يا صاحب الفضيلة قدموا أنفسهم وكل ما يملكون من أجل تبليغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مشاهدين الكرام أن نكون ممن يستخدمه الله في تبليغ هذه الدعوة وفي نشر الخير. وفي ختم هذه الحلقة أتقدم باسمكم جميعا بجزيل الشكر ووافر الدعاء لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. شكر الله لكم شيخنا هذا الحضور وهذا الطرح. وأنتم مشاهدين لنا موعد معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.